تتواصل في مدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة 12 للملتقى الدولي للماستر والتكوين المستمر. التظاهر المنظمة تحت الرعاية الملكية تشكل فرصة مناسبة أمام حاملي الدبلومات والأطر الشابة ومديري الموارد البشرية ومسيري المقاولات للالتقاء وتبادل الأفكار مع الفاعلين في مجال التكوين واختيار الشركاء المستقبليين ومواكبة كل ما يتعلق بالإعلام في مجال التكوين. الاستراتيجية هي لو ماكسيموم دو بوسيبيليتي دو رونكونتر ما بين لي جون les opérateurs, le maximum de lieux de rencontre, le maximum d'outils d'information et d'orientation pour elle. Ou had l'événement اللي حنا دابا فيه اليوم حتى هو داخل في هذا الباب هو خاص بالطلبة اللي عندهم باك بلس 2 باك بلس 3 باغيين يكملوا الدراسة ديالهم كيقلبوا على مؤسسة. حنا عارفين بأن لي زادميسيون باراليل ما كيبداوش بكري كيبداو حتى لشهر 10 دونك داكشي علاش دابا اللي خصهم يتانفورما والشركات اللي كتبدا دابا ولا الأشخاص اللي كيبداو دابا يفكروا في البلان دو فورماسيون ديالهم كونتينيو خصهم يعرفوا أشنو كاين في السوق شنو اللي يمكن لهم يديروا كيجيو ثاني الكونكونتر. داكشي علاش دابا المؤسسات اللي غدوروا هنا في هذا لو فوروم وتشوفهم هما مؤسسات التعليم العالي ولكن كاين اوسي دي سونتر دو فورماسيون كونتينيو بروفيسيونيل. ويشارك في هذه الدورة أزيد من 150 مشاركا يمثلون مدارس كبرى وجامعات ومؤسسات التكوين المستمر ومجموعات وجمعيات مهنية فضلا عن هيئات الاستشارة والتكوين. بالنسبة للجديد ديال الدورة 12 من ملتقى التكوين المستمر والتكوين العالي هو أنه عدد كبير ديال المؤسسات حاضرين معنا، يعني عندنا أكثر من 150 مؤسسة كنعني بهم جامعات، كاين مراكز التكوين المهني، كاين أيضا مدارس حرة اللي حاضرين باش يعطيو واحد المعلومة ديال القرب بالنسبة لحاملي الشهادات، بالنسبة للأطر العليا، لأنه ما كيخفاكمش أنه البلاد ديالنا الحمد لله كتقوم بواحد الطفرة يعني كبيرة من ناحية الاقتصاد، من ناحية التقدم، الإطار ديال اليوم ماشي هو الإطار اللي غيكون غدا، الأطر ديالنا خصهم يكونوا أجور، يعني يعرفوا أشنا هما الإمكانيات المتاحة لهم في الدراسة التكوينية من بعد البكالوريا، يعني الدراسة العليا. الدورة 12 للملتقى تعرف توافدا كبيرا للطلبة الذين أتوا للبحث عن جامعات ومدارس عليا تناسب آفاقهم الدراسية. وحنا دابا عاد دخلنا دابا المعرض وبغينا نعرفوا شنو هما دي زانفورماسيون سوغ لا ليسونس بروفيسيونيل ولا الماستر بيسكو حنايا لا دوزيام اني هذا العام في بي تي اس وبغينا نعرفوا شنو هما لي زيكول اللي نقدروا ندخلوا لهم. يعني بحال كو سوا في الدومين بريفي ولا بوبليك. سمعت بلو صالون اليوم وجيت حيتاش كيهمني، جيت باش نقلب على لي زونيفرسيتي ولا زيكول سوبيريور بور ما ليسونس، وجيت باش نشوف حتى لي زيكول وليزونيفرسيتي على لترونجي. فعاليات الدورة 12 للملتقى الدولي للماستر والتكوين المستمر ستمتد إلى غاية 27 من شتنبر الجاري، حيث يحرص المنظمون على تنظيم دورات ولقاءات وموائد مستديرة.